مزموري وإنجيلي القداس. جزنا في النار والماء وأخرجتنا إلى الراحة، أدخل إلى بيتك بالمحرقات وأوفيك النذور التي نطقت بها شفتاي هللويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير. وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم إلى مجامع وسجون، وتقدمون أمام ملوك وولاة لأجل اسمي فيكون لكم ذلك شهادة. فضعوا إذن في قلوبكم أن لا تهتموا من قبل بما تحتجون به، لأني أنا أعطيكم فما وحكمة التي لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها أو يناقضوها. وسوف تسلمون من الوالدين والإخوة والأقرباء والأصدقاء ويقترون منكم، وتكونون مبغضين من الجميع لأجل اسمي، وشعرة من رؤوسكم لا تهلكوا، بصبركم تقتنون أنفسكم، والمجد لله دائماً.